حروح هلا على اللاذقيه وزميلنا بالقسم الرياضي انس ياغي اللي رح يرصد لنا دوره تدريبيه بعنوان دروب تشرين للدراجات الهوائيه. هو موجود حاليا بقريه الداليه. يسعد صباحك انس. يسعد لي صباحك سلمى، صباح الخير لفرح، صباح الخير لكل مشاهدي الأخبارية السورية، صباح الخير من ريف اللاذقية هنا قرية الدالية، حيث مسابقة دروب تشرين للدراجات الهوائية. هذه المسابقة التي تقام لأول مرة منذ العام 2011 بمشاركة دولية ومشاركة عربية ومشاركة محلية. هناك دول من روسيا الاتحادية، من لبنان، من تونس، إضافة إلى الأردن وفلسطين، ومتسابقين من سوريا. هذا السباق سوف يمتد، أو هذه البطولة سوف تمتد لثلاثة مراحل. المرحلة الأولى اليوم وتمتد ل 48 كيلو مترا، طبعا تنطلق من قرية الدالية مرورا بالاقتالبية وحتى وصولا إلى ضريح القائد المؤسس في القرداحة. للحديث أكثر عن هذه البطولة ينضم إلينا مباشرة رئيس الاتحاد الرياضي العام الأستاذ فراس معلا. يسعد لي أوقاتك أستاذ فراس، أهلا وسهلا فيك عبر هو الإخبارية السوري. أهلا وسهلا فيكم طبعا بالإعلام السوري كله. أهلا وسهلا فيك. بطولة مهمة، بطولة عودة النشاطات الرياضية السورية الدولية والمشاركات العربية في سوريا، رسالة جدا هامة أستاذ فراس. أكيد هي رسالة هامة جدا، وهي بجبالنا الكريمة، جبالنا الطيبة، جبال الشعب الطيب الموجود بالساحل السوري، بكل الساحل السوري، بكل مناطق سوريا طبعا. عم نشوف انه هي فعلا تمتد لثلاث ايام على طول جبال اللاذقية، حتنتهى اليوم بضريح القائد خالد حافظ الاسد، وبكره حتنتهى بصلنفه، وبعد بكره في سباق صغير باحد المناطق كمان السياحيه المهمه كثير. عم نشوف كل الناس عم تتعاون، البلديات كلياتها، المحافظه اللاذقية كلها مستنفره بمؤسساتها ومنظماتها وبلدياتها. السيد لواء محافظ اللاذقية مشكور كثير على الجهد اللي بذله خلال الايام الماضيه. وكمان هي تقام الفعاليه بالتعاون مع وزارات الدوله، يعني مع السياحه، مع الاعلام، مع وزاره الداخليه، مع الزراعه، باعتبار انه اخر يوم كمان بكره حيكون تشجير بصلنفه للغابات اللي احترقت من اسابيع مضت. يعني صحيح ايضا المجتمع الاهلي استاذ فراس كان له عمل فعال بتنظيم هي البطوله، مثل ما حكيت رساله كثير مهمه. الحرائق اللي صارت بالفتره الاخيره بريف اللاذقيه رح يكون في تشجير وزراعه اشجار من قبل المشاركين بهي البطوله. اكيد طبعا نحن حريصين انه نرجع اشجارنا مثل ما كان، غاباتنا، لانه هي غاباتنا اللي الجميله الرائعه اللي ما بتقل جمال عن دول اوروبيه مثل ما بيقولوا. فكمان احنا حريصين كمجتمع اهلي نرجعها، يعني ما مستنى على الدوله، يعني الدوله بترجع كمان، هي غاباتنا بالنهايه المفروض احنا نرجعها. هذا السباق فينا نقول بدايه احداث رياضيه قادمه بسوريا. اكيد والسنه الجايه الاسبوع الشهر الجاي 16 تشرين الثاني سيقام سباق سباحه دولي بين طرطوس ورواد. على كل حال كل التوفيق لكم الاستاذ فراس معلا رئيس اتحاد الرياضي العام، شكرا جزيلا لك. شكرا، شكرا للاعلام السوري. شكرا. طبعا السباق لم يبدا بعد ساعه، الان سوف يبدا السباق. ايضا ينضم الينا صبايا الاستاذ فيصل الكفري، عضو اللجنه المنظمه وعضو اتحاد الدراجات. يسعد لي اوقاتك. اهلا وسهلا بك. اهلا. مثل ما شفنا يعني حضور جميل، تنظيم جميل، وجود وفود اجنبيه وعربيه، كيف كان التنظيم لهي البطوله؟ الحقيقه بدي احكي لك اول شيء عن عمل الاتحاد. كان خلال فتره وجيزه اقام حدث على تنظيم حدث دولي يليق بالجمهوريه العربيه السوريه بمشاركه عده دول صديقه من روسيا وتونس وفلسطين ولبنان، وبالاضافه للمحافظات السوريه، بالاضافه لمبادرات من المحافظات السورية مهتمة بركوب الدراجة الجبلية. بالنسبة للفعالية هي رح تقام لمدة ثلاثة أيام، في كتير تحضيرات وتجهيزات هامة للدراجين بهي البطولة. بالتأكيد نحن اليوم بالمرحلة الأولى من السباق دروب تشرين الأول، ستكون المرحلة هي عبارة عن مسافة 48 كيلومتر من الدالية إلى القرداحة، سيتخلل ثلاث استراحات، استراحة طبية وتموين وصحية، ستنتهي بمدينة القرداحة لليوم الأول. اليوم مو سباق، اليوم هو عبارة عن مسير كرنفالي
باتجاه مدينة القرداحة، بتنتهي هذا المرحلة هي الأولى. بكرة إن شاء الله مرحلة ثانية تبدأ من القرداحة باتجاه سلمفيك مسافة 32 كيلومتر، لمرورا بزيارة الضريح القائد الخالد حافظ الأسد. الأستاذ فيصل بصري أو الكفري، شكرا جزيلا لك. صبايا مثل ما شفنا تحضيرات جدا حلوة، مسابقة رياضية عادت إلى سوريا بعد غيابها لسنوات طويلة من 2010، ما تم تنظيم أي مسابقة فيما يتعلق برياضة الدراجات أو رياضات أخرى دولية عربية محلية في سوريا. ريف اللاذقية هنا ريف جميل، المناطق التي سوف يتم فيها هذا المسير هي مناطق رائعة جدا. الوفود أيضا هناك، وفد من روسيا الاتحادية، وفد من تونس، وفد من لبنان، وفد من الأردن، قدموا إلى سوريا منذ عدة أيام، وطبعا يتمتعون بالمناظر الخلابة كما نتمتع نحن أيضا كمراسلين الإخبارية السورية. سوف أكون معكم أنا وزميلي مازن محمد خلال 3 أيام لتغطية هذا السباق. أعود وأذكر بمراحل هذا السباق، المرحلة الأولى تنطلق اليوم وتبدأ بعد ساعة تقريبا، لمسير يمتد ل 48 كيلومترا ابتداء من قرية الدالية حيث نحن متواجدون إلى القطيلبية، ثم إلى قرية الريجة وصولا إلى ضريح القائد المؤسس حافظ الأسد. غدا أيضا ينطلق السباق عند الساعة 10:15 صباحا من القرداحة حتى سلمفا لمسافة 32 كيلومترا، واليوم الثالث وهو اليوم الأخير وهناك سباق دائري لمدة 1 كيلو أو لمسافة 1 كيلومتر. هذا السباق سوف يتم فيه أيضا بعد هذا السباق توزيع الجوائز الفائزين والأبطال الرياضيين. طبعا هذه البطولة هي بطولة هامة جدا. لماذا؟ لأنها جاءت مثل ما حكينا بعد فترة الحرائق اللي كانت بريف اللاذقية، وسوف يتم أيضا مثل ما حكى الأستاذ فراس معالي رئيس الاتحاد الرياضي العام عملية زراعة الأشجار والتشجير. أيضا فينا نحكي عن الروح الرياضية الموجودة هنا، عودة الدراجين السوريين أيضا يتعاونوا مع الدراجين اللبنانيين والأردنيين، كل هذه الأمور تصب بالنهاية لمصلحة الرياضة السورية. سلمى، شكرا لك أنس، بنتمنى لك التوفيق خلال هاي الأيام، وطبعا رح نكون معك برصد أكيد أنت وزميلنا مراسلنا باللاذقية محمد مازن محمد. نتمنى لكم التوفيق ولكل ضيوفنا من كين يستمتعوا بالطبيعة السورية والمناظر الخلابة. شكرا لك أنس.